بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ببر سورة در كيشون بذ نازلتك بار أحكام أملت مغني فردت بلعزم أيلاندرد وشون سورة دا روشن و آشکار كي هكم لرى دلالتت ياردلر نازلتت شاياتت بين دالب وغد لنرثم الديب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما قَائِفَةٌ من المؤمنين زناة اتيان خاتن ار شلرن هير بيرن يدغام تورن وثذلر شل اك زناة اتيان بارثن رحم و شفغت تتمثن خدايين دينن ده اگر تد خدايين و بار بولتا ومسلمانلردن بر ناتى جماعتلر حاضر بولتن شولره عذاب بيرلن وقتنن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين زنا ديان آر أول نكاحن ألمض مگر زنا ديان خاتن ألر يا مشرك خاتن أَلَرْ و زنات يان خاتن هي من المض مگر زنات أر يا مشرك أَلَرْ بذاتني مؤمن ادم نرغا، حرام ادلهم والذين يغمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون زانی دی پیوک گردی و شما دا دور لر دا پس شل اورم و شهادت قبولت من وشلر فاسق ترلر إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم مگر اول تو را آدم لری مِكْتَنٌ شو تاریخ مِكْتَنٌ تهمت ات مکتن و زانی اصلاح ادب ده الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى تعالی قفور در مغفرت در و در بندلرن رحم در وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ Bu ol adamlar iki öz hatınlarına zani deyip feog yardılar. Oşolar üçün şahid o govah da yok di, meger özleri bardi, özlerinin başqa şahitleri yok de. Pes şolorun birinin şahadeti, dört mertebe hudabilen qasam içip aydar, kemen aydiyyan dadimda doğurçudurin menni. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وباش جمر تبدا ايدر خدايين لعنة ما بولفن اجر من يلان تبولفن دي ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وخاتنن أذابي def edib ayirar, dörd mertebe xoda bilen qasam itchmeli, xol ayar yalancıdır, deyib. Wal xomisata anna qadaballahi alayha in kana min as-sadiqin. O bəshinci mertebede aydar, xodayin qadabı manı boldin, eger xol ayar aytiyan kefinde doğrusu boldi, ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم وإجر الله تبارك وتعالى فضل كرمي ورحمة بول والله تبارك وتعالى توبان قبول التيان وتمام إيشلرنن حكيم بول مثدي الله